السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة بلا نبدا نقول لكم صحة رمضانكم صحة فطوركم، وين غادي نتكلموا على عنتر يحيى رسميا يعين مدير رياضي جديد لاتحاد العاصمة. ناس اللي بيت تخدم، ناس اللي بيت تخدم. هذه كورونا والله لا مليحة، في بعض الصوالح مليحة بعض الصوالح مش مليحة. بعض الصوالح غادي تسقم، وهذه ربي يرسل، هذه ربي، هذا المرض ربي داره باش بزاف امور يتسقدوا، باش امور يتسقدوا بزاف صوالح. انا احنا في مجال كره القدم نتكلموا على مجال، بصح كاين بزاف صوالح غادي يتسقموا ان شاء الله بربي. ونشلنا كيفاش عنتر يحيى وين عقد نادي اتحاد الجزائر يوم الخميس جمعيته العامه التي سفرت عن قرارات مهمه، ابرزها تعيين عاشور جلول رئيس المجلس إدارة الفريق والممثلة للشركة، الشركة التي تملك 95% من أسهم النادي، إضافة تعيين أعضاء مجلس إداري الذي سيتكون من أسماء جديدة مثل كمال حسيني، رضا عمراني وغيرهم، إضافة إلى سعيد عليق الذي يمثل النادي الهاوي. وأكد عاشور جلول رئيس المجلس إدارة الاتحاد الجزائر أن الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى سيشغل منصب مدير رياضي جديد لسوستارا، وبأن ترسيم عقده سيحدث فور قدومه إلى الجزائر. يعني نقولوا باللي عنتر يحيى مش قضية اتحاد العاصمة ولا يوجدوا فيه الأمور وخدا أخرين إن شاء الله بربي. عنتر يحيى اللي ما بغاوش ناس، ما بغاوش يجي ليكيب ناسيونال، ما بغاوش يجي يخدم الاتحادية، خاطش كاين ناس بزاف باغيين الصوره تاعهم برك. خاطر على عنتر يحيى ما غاديش يمشي مع ناس يقول لك ما غاديش يمشي تحت الكرعين، ما غاديش يمشي تحت الكرعين ماناجر ولا ما غاديش يمشي. هي حقيقه اتصل به ماجر كمساعد، قال له لا، قال له انا نقرا مسير، كي نجي مساعد انا مسير بالمقلوب، هذا الاتحاديه تاعنا بالمقلوب. عنتر يحيى مسير عيطوا له قالوا له مدرب، ومطمور عيطوا له قالوا له اعطينا الالمان كي يتسير في البوله وهو مدرب، كانه تحسبه بلي مسير هو مدرب، تبهدله كي دايره. ونصب مجمع مالك لاغلبيه اسهم نادي اتحاد الجزائر لكره القدم اليوم الخميس اعضاء مجلس اداره جديده خلال اشغال الجمعيه العامه المنعقده بمقر الشركه بحيدره الجزائر، وفق بيان نشره النادي العاصمي عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك. حنا كنقولوا باللي عنتر يحيى راه جاي باش تكون عنده خبره، ونقولوا باللي عهده تاليه تاع زاتشي. الناس يقول لك خاطر نقولوا باللي 50% يخلوه تيكمل الجمعيه العامه تاعو، يرحوه مليح ويخرجوه، يخرج بطريقه قانونيه، ولا في هذه الجمعيه ما يخلوش يكمل. ما تنجمش تعرف، ما تنجمش تعرف شكاين، يا 50% يخرجوه دروك، 50% يقول لك خليه تيكمل العهده تاعه. خاطر على الفيفا يتراقب، الفيفا على بالها كبيره وصغيره على الجزائر في كره القدم الجزائريه، على بالها كاع شكاين. بي بي سي هضرت عليك، على بالك بي بي سي متاسس 1899 1893 بي بي سي تأسست في 1892، المصداقية تاعها تاع الهادي والدعلي وزتشي وين قال لك لا احنا هذا الصوالح البيع والشراء ما عندناش حنايا، احنا نعرفوا بلي وعطيناكم كيفاش الناس كان في ليون وشلنا مسؤولين تاع كرة قدم يروحوا ليون بزاف. هانيك القمار اللي كان يندير، البطولة الجزائرية اللي دخلوها في القمار، بارتية واحدة تاع تاجنا تسطيف اللي لحقت 999 مليار ربحوها ناس، بصح راهم في الحبس، نصهم في الحبس. ويتكون المجلس وين نقولوا بلي عنتر يحيى راه جاي بطريقة، طريقة من أجل يكون عنده، يكون عنده حق باش يكون عضو في الاتحاديه الجزائريه من قدام ان شاء الله بربي. راني يعني عارف روحي ان شاء الله نهدر.
كاين هو، كاين وليد صادي، كاين تاسفاوت، كاين جماعه، كاين اختار بيناتهم. انا الملف اللي راه حاطه الوليد صادي فيه اللي على بالي، فيها وليد صادي، فيها عنتر يحيى، فيها تاسفاوت، فيها جاهد زبزاف، فيها ذاك تاع مولوديه، تاع المولوديه اللي كان في المولوديه ديال نواظر، هو قديم مع الاتحاديه، كان يخدم مع الحاج فانيك. كاين ناس يسموه نبيل، هذا راح لي اسمه نكوتها راحت لي. كاين ناس خدامين، كاين ناس اطارات يا ظروف اطار، ظروف ما بقاش هذيك تاع كان يخدم معك سيراميكا تعطي حطه بحطه جايب لي بهلول وجاي تجري كاش اطارات تسيير ورقه وستيلو. انا على بالي على عنتر يحيى راه جاي باش يكون عنده حق باش يكون عضو قانونيا، ماشي كيما اللي كانوا مع زاتشي في الاعضاء، ما خادمين في الاتحاديه، ما كيما واحد كيما حكيم الدين كان ماناجر هاوي برك يخدم مع زين عامر فاميليا تاع الهادي والدعلي، اي دلوه هكذا الوقت جابوه داروه عضو وعطاوه باش يخلص الدراهم، عطاوه ماناجر كان يدي 150 مليون شباب احمر من وجهه. ويتكون المجلس الاداري الذي يتراسه عاشور جلول من كمال حسيني رضا عمراني البروفيسور طالب او صديق الدكتور ناصر شارب ومتمثل مجمع عبد الحق بوصبيع حسب نفس المصدر. وسيكون النادي الرياضي الهاوي الذي يمتلك حصه 4% من الاسهم الممثل من طرف السعيد عليق ورابح علام، بينما تم تعيين بو علام شنديري ممثل لبقيه المساهمين 1%. بعد ختام اشغال الجمعيه العامه، عقد مجلس الاداره الجديد اول اجتماع له برئاسه عاشور جلول، حيث تم التطرق للعديد النقاط من بينها السياسه العامه للشركه، المدير الرياضي الجديد، نمط تسيير منتهج، وكذلك تسجيل مشروع رياضي للشركه الاتحاد الجزائريه. وبهذا اختتم البيان بقدوم عنتر يحيى فور قدومه سوف يمضي على العقد. وين عنتر يحيى انسان خدام، انسان تكون في الاحتراف، لعب في الاحتراف، قرا في الاحتراف، يعني الصرامه في البطوله الجزائريه. ونقول لكم باللي غادي تشوفوا عبد القادر غزال ماناجير هنا في الجزائر، غادي تشوفوا مصباح، غادي تشوفوا مطمور، غادي تشوفوا بوقره، غادي تشوفوا ناس الجيل تاع، باش نعطيكم حاجه غادي بعد تشوفوها، ماشي اليوم اللي باه يضحك عليا يضحك، بصح من بعد النهار اللي تشوفوها تفكروا قولوا ذاك المهبول هدرها. الجيل تاع 2010 تاع اللي يلعب اوندرمان، هذوك اللي غادي تسيبوه مدرب تسيبوه مدرب، واللي تسيبوه مكون تسيبوه مكون، واللي تسيبوه مسير وماناجر ماناجر. عقلوا علاش راني نقول لكم هنا في الجزائر علاش ناس ولاو يضربوا، خاطر على الحاج كان رايح يجيبهم هاد الناس دفعهم يقراو، وكان رايح يجيبهم كيما دفع بالماضي بالماضي بالماضي، شكون اللي وخروا منا من الجزائر مي كان يقرا؟ نهار اللي جا الهادي والدعلي وجازتي وكلش بلعوا لي كل تاع التدريب بالماضي، قعد هكا كيما عبد السلام الود كان يحوس على ديبلوم تاع بروفيسيونيل باش يكذب ليكيب الأ، جا لهنا يقرا. الحاج عاون بالماضي، رسله للسودان، كان اللي تقول لي كان اللي يقول لك لا ما كاش منها، رسله للسودان، زاد رسله في مصر ونجح، وكذب قطر تريناها نجح، وزاد كذب الجزائر نجح. هذه هي كيما جايه، والايام تكشف، حنا رانا نهضروا بصح الايام تكشف ان شاء الله. تحيه للجزائر. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار. يدي 1000 هكتار. الرشا وام الزبوج، الرشا وام الزبوج، الرشايقه هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.
يبيعوها 1000 هكتار لزاد شي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاد شي فيه